Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Hayyakumullah. Ahlan wa marhaban bikum ya ayyuhal musyahidin al-kiram. Ma'akum Aminullah Ahmad fi nashratil akhbar biqonati Transcends TV. Tahta al-mawdu' Mahrez yafuku al-uqdah amama Manchester United wa City yahsimu ad-dirbi biruba'iyya. Fakin najmu al-Jazair Riyad Mahrez al-uqdah التي لازمته في مواجهتي أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريق مانشستر سيتي للفوز بالديربي أمام الجار العتيد 4-1 اليوم الأحد بالمرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم وسجل نجم خط الوسط البلجيا الدول كيفين دي بروين هدفين وصنع هدفاً ليقود سيتي إلى الفوز الثامن في الديربي مانشستر كما أحرز محرز اليوم الأول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد علماً بأنه خاض اليوم المباراة رقم 12 له في مواجهة الشياطين الحمر بالدوري وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصاحبه بهدفين سجلهما دي بروين في الدقيقتين 25 مقابل هدف سجله جدون سانشو في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني أضاف محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة ليتخلص من الحكم التهديف الذي 68 لازمه في 11 مباراة سابقة أمام هذا الفريق قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للفارق بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه رافعا رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفريق 6 أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر 6 مباراة خاضها بالمسابقة وهي الهزيمة الثانية له أمام جاري سيتي بالدوري هذا الموسم حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بينهما على ملعب أولد ترافورد مع كلا يونايتد بنتيجة 2-0 وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا لسيتي قبل مبارته المرتفقة أمام سبورتينغ لشبون البرتغال 4 المقبل في إياب 8 نهائيا دوري الأبطال أوروبا وحقد وصلنا إلى الختام مزيد دائما يمكنكم متابعتنا الأبراق موقعين إلكتروني كما يمكنكم أيضا أتوسل معنا الأبراق فيسبوك أو التويتر تحية إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته